ولمناقشة حالة الجفاف والتصحر التي يعيشها العراق وأثر ذلك على المواطنين العراقيين، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الخبير بالشأن البيئي والصحي الدكتور حيدر معتز. مرحبا بك معنا دكتور حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم المؤقرة. أهلا بكم. حالة الجفاف والتصحر التي تضرب العراق هي أحد مظاهر التغيير المناخي، وهناك العديد من الأسباب وراء هذه الظاهرة، ليتك تطلعنا على أهم هذه الأسباب. أكيد يتمتع العراق بمناخ جاف شبه جاف، دائما صيف يكون جاف وقلة الأمطار وندرة الأمطار خاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أسباب مهمة جاءت خلال هذه 20 سنة التي مضت، وهي عملية التجريف للمساحات الخضراء أو المناطق الزراعية، واحتلت المناطق السكانية نتيجة التمدد العمراني هذه المساحات الخضراء والمساحات الزراعية، مما أدى إلى عملية افتقار هذه المدن إلى الغطاء النباتي، مما أدى إلى عملية زيادة التصحر، وبالإضافة نتيجة أسباب كثيرة هي عدم رعاية من قبل الوزارات المختصة أو المؤسسات المختصة في معالجة التصحر وما آلت إليه أسباب هذا التصحر. لكن الأسباب المهمة هي كانت بسبب عدم تواجد ما يخدم الأراضي المزروعة أو الأراضي الغطاء النباتي خلال هذه الفترة، مما أدى إلى استفحال التمدد العمراني، وما أدى إلى وجود حالات من التصحر. وبالإضافة السبب المهم هو ندرة المياه وضعف المشاريع الخدمية الإروائية التي كانت تعملها دول الجوار، مشاريع إروائية كثيرة على منابع نهري دجلة والفرات. نعم، هل الوضع الآن يثير القلق وهذه الندرة والشحة في الموارد والمخصصات لمكافحة التصحر كيف تزيد من سوء الأوضاع فيما يتعلق بمجابهة هذه الظواهر؟ أكيد بالحقيقة يعني دولة رئيس الوزراء عازمة على تحقيق بروتوكولات علاجية لندرة المياه وعمل على وفرة المياه، تحقيق كميات من المياه خاصة مع دول منابع نهر دجلة والفرات، بروتوكولات دولية حول هذا الموضوع. هذا الموضوع مهم جدا، أكيد ممكن أنه نصل إلى كارثة هي شحة المياه، بالإضافة أنه عملية الإسراف والهدر بالمياه تقع على عاتق المواطن، لأن المواطن هو المسبب الرئيسي في عملية هدر المياه، بالإضافة إلى عدم الاعتناء أو عدم وجود الجدية المطلقة بالحفاظ على هذه المياه خاصة في مياه نهر دجلة والفرات، مما تحمله من مخلفات كثيرة، مخلفات بيئية، مخلفات صناعية، مخلفات أخرى تساهم في شحة هذه المياه وارتفاع الأطيان فيها وارتفاع الملوثات في هذه المياه. لكن كما أسلفت أنه دولة رئيس الوزراء عازمة على تحقيق أهداف مرجوة تطمح إلى جعل هذه يعني كيف يمكن أن تتحقق تلك الأهداف دكتور حيدر؟ والحديث عن اقتطاع مخصصات لمشاريع التنموية لا سيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، المخصصات الحكومية والاهتمام الحكومي في ذلك كما يقول المراقبون وحتى المزارعون في هذه المجالات هو ضعيف في الحقيقة. نعم أكيد الدعم المادي مثل هكذا مشاريع استراتيجية يحتاج لها تمويل، أنا أقصد أنه مشاريع تمويلية أكثر ما هي مشاريع تكون خدمية. مشاريع تمويلية تصل بنا النتيجة إلى مشروع خدمي يساهم وتحقق أهداف المرجوة لخدمة المواطن إذا كان مزارع وكافة فئاته، يحقق له شيء من الدعم حتى يستطيع المزارع أو الباقي الفئات الأخرى أنه تحقق إنتاج حقيقي لهذه الدولة. لكن الدعم قليل جداً، عدم الاعتناء بهذا الموضوع بحد ذاته، هي البيئة بشكل عام ما معتنية بها الدولة. الآن أصبح الاعتناء أو الرعاية الكافية الدعم، لكن وفق أكيد يحتاج إلى تمويل مالي،
هذا التمويل المالي يخدم هذه المشاريع. احنا مشاريعنا ليس فقط تكون على الورق، يجب ان تكون مشاريع خدميه نعم فعال نشطه، يحتاج لها دعم مالي. ممكن انه يدخل استثمار في نشاط هذه المشاريع حتى تحقق نتائج ايجابيه وتكون مشاريع ديمويه نعم طيب داعمه دكتور حيدر، ماذا يعني برأيك أن تحذر لجنة أزراع نيابية من تراجع مناسيب المياه ووصولا لتأثيرها السلبي على مياه الشرب كذلك وليس فقط المياه الخاصة بالزراعة؟ نعم أكيد، انخفاض هذه المناسيب جاءت لأسباب ذكرناها، قلة ندرة المياه، عدم استخدام أو استصلاح الواحات، بالإضافة إلى عملية التصحر، تجريف الغطاء النباتي. المناخ اليوم اختلف عن قبل 20 سنة. اليوم احنا عندنا موضوع المشاريع الإروائية على منابع نهر دجلة والفرات، هذا الموضوع استفحل كثيرا ولم نجد لحد الآن من المؤسسات المعنية بالمياه والسدود والإرواء وغيرها وما شابه ذلك، لم نجد انه يوجد حلول من قبل هذه المؤسسات المعنيه بهذا الامر. اكيد يعني من البديهيات انه تنخفض مناسيب هذه الانهار، بالاضافه اسلفنا في بدايه الحديث انه يجب ان يكون هناك بروتوكول عمل نشاط فعلي خدمي من قبل هذه الدول التي عملت مشاريع روائيه كثيره، منها ايران، تركيا، ممكن سوريا، عملت كثير من المشاريع الروائية. لم الحكومة لم تأخذ على عاتقها ما هي هذه نتائج هذه المشاريع، والآن أصبحنا الآن في نبحث عن شحة في المياه. ممكن أنه السنوات المقبلة أو السنين المقبلة أنه نحتاج إلى مياه يكون جدا نادر، وفرته من ندرته كثيرة، يعني عفوا ندرته من وفرته قليلة جدا. هذا الموضوع أكيد يجب أن تراجع أوراق الحكومة والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع حتى نقضي على هذا. أنا أعتبره آفة من الآفات التي ممكن أنه تهدم حياة المواطن، لأن الماء هو من أساسيات الحياة. أشكرك جزيلا الخبير بالشأن البيئي والصحي الدكتور حيدر معتز.